نظرك اسباب الخساره يعني؟ ما فيش مباراه تبقى سهله، كل مباراه تبقى بنفس الصعوبه كده، لان دوري قوي جدا، هو دور الاقوى يعني. وطبعا في فرق شاسع بين الماتش الاولاني بتاع سباد ابو قير ومنظرنا النهارده، فرقه مترابطه وفرقه كويسه جدا، احنا عاملين جيم كبير جدا، والجون جه في غلطه فرديه في سيرد باك بيتعالج، دخل فينا جون في هفوه يعني. لكن الشكل العام طبعا شكل مطمئن لفرقه المنصوره، وطبعا هل بعتذر لجمهور المنصوره طبعا عن سوء التوفيق في البدايه، لكن النهارده الشكل احسن بكتير، بنلعب جيم لاخر 90 دقيقه، فان شاء الله باذن الله يكون الحظ حالفنا المباراه القادمه، بيزيد التجانس مع اللاعب ان شاء الله.